بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. الله جل جلاله هو العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله عز وجل من أسمائه العفو ومن صفاته العفو، العفو عن عباده. فإذا كنت تحب الله عز وجل ويقينا يقيني أنك تحب ربك جل جلاله، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله عز وجل سبحانه جل جلاله يحب أن يعفو عن عباده. ألا تحب ما يحبه الله؟ بينك وبين أخوك مظلمة، بينك وبين أبوك مظلمة، بينك وبين جيرانك وبين أصحابك، صفي قلبك لتتهيأ للدخول إلى الصلاة، لتتهيأ لتلاوة القرآن، لتهيئ قلبك لأعمال الخير، لتهيئ قلبك للسعادة مع زوجتك ولتربية أبنائك. لأنك إن لم تعفو عن الناس أصابتك الأمراض، القلق والاضطراب النفسي والخوف والوسواس المرض الشائع والقلق والتوتر والعصبية والغضب والانفعال. سامح الناس واعفو عنهم ليعفو عنك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إن أردت أن يرفعك الله وأن يرفع مقامك وأن تذكر في الملأ الأعلى بخير، إن أردت نصرة النبي محمد، إن أردت محبة النبي حقا، افعل كما فعل النبي، اعفو عن الناس وسامح إخوانك.